أكيد مشاهدينا الأعزاء صار وقت أول فقرة وراح ننتقل مع بعض مع الزميل محمد الشاكر ليحكي لنا عن طقس اليوم. إليك محمد، تفضل. صباح الخير أسامة، صباح الخير متابعينا أينما كنتم. إليكم نشرة الأحوال الجوية لهذا اليوم. الأجواء مستقرة، يعني اليوم تبقى مستقرة في عموم المناطق، درجات الحرارة هي أعلى من المعدلات المعتادة لمثل هذا الوقت من العام. تقريبا تسجل درجة حرارة في العاصمة عمان حوالي 17 درجة مئوية في ساعات النهار، والأجواء بشكل عام غالبا صافية. لكن اعتبارا من ساعات هذه الليلة يتوقع أن يزداد تأثر المملكة بحالة قوية من عدم الاستقرار الجوي. هناك نشرة جوية مفصلة قمنا بشرح تدريجي وتسلسل زمني لهذه الحالة، ولكن بمختصر يتوقع بمشيئة الله تعالى أن يبدأ وتبدأ سحب ركامية رعدية ممطرة بالتأثير على المناطق الجنوبية من المملكة في ساعات هذه الليلة، تشمل بذلك مدينة العقبة أيضا. هذه السحب الركامية الرعدية تزداد قوتها وشدتها ورقعتها الجغرافية مع ساعات ما بعد منتصف الليل وفجر يوم الخميس، تشمل مناطق عدة في جنوب المملكة، وتدريجيا مع ساعات صباح يوم الخميس وظهيرة يوم الخميس تصل هذه السحب الركامية الرعدية إلى المناطق الشمالية والوسطى والشرقية من المملكة، وتسود أحوال جوية غير مستقرة للغاية في أجزاء عدة من المملكة، تكون على شكل سحب ركامية رعدية عشوائية الطابع لكن مصحوبة بأمطار قد تكون غزيرة في بعض النطاقات الجغرافية الضيقة التي تكون كفيلة وكافية بجريان الأودية في العديد من المناطق، وتشكل السيول التي قد تكون جارفة في بعض المناطق الصحراوية من جنوب وشرق المملكة. والحالة الجوية تستدعي الانتباه والحذر الشديد من عدم التواجد في بطون الأودية خلال اليومين القادمين بمشيئة الله تعالى. هذه الحالة تبدأ في ساعات هذه الليلة، ولكن اليوم استقرار عام على الأجواء بمشيئة الله تعالى. نتعرف على درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم والصغرى الليلة القادمة. سنبدأها شمالا هذه المرة من محافظة إربد 19-10، جرش 20-11، عجلون 18-10، وفي المفرق 20-10 درجات مئوية. في المناطق الوسطى من المملكة عمان 17-11، السلطة 18-11، مأدبة 19-9، البحر الميت 26-16، والزرقاء من 21-10 درجات مئوية. في المناطق الجنوبية في الكرك 18-12، في الطفيلة 17-10، معان 20-8، الشراء 16-7، وفي خليج العقبة ترتفع اليوم مرة أخرى ل 28 درجة مئوية في ساعات النهار، والصغرى 15 درجة مئوية. وستكون مدينة العقبة هي أوائل المدن التي تستقبل الأمطار بمشيئة الله تعالى في هذه الحالة غير المستقرة، اعتبارا طبعا من ساعات هذه الليلة. في رويشد 22-10، الصفاوي 21-7، وفي الأزرق من 22-9 درجات مئوية. اسمحوا لي سريعا أن أستعرض معكم توقعات الطقس لثلاثة أيام القادمة في العاصمة عمان وفي عموم المناطق. إذن 17-11 درجة حرارة المتوقعة اليوم في العاصمة عمان، ولكن غدا انخفاض قليل على درجات الحرارة، أمطار رعدية شاملة، 14 درجة مئوية العظمى، صغرى 8 درجات. هناك تراجع متوقع ليلة الخميس على الجمعة في الفعالية الجوية لكن بشكل مؤقت، قبل أن تعود مرة أخرى الأمطار الرعدية يوم الجمعة 11 نهارا، 8 درجات مئوية في ساعات الليل. أتمنى لكم جميعا نهار سعيد أينما كنتم. أعود إلى الزميل أسامة والمزيد من الفقرات عبر برنامج جوك. دائما طبعا يكون لكم تحميل تطبيق طقس العرب ليصلكم كل ما هو جديد بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم بخير، إلى اللقاء.